وفي كل 3 مارس نحتفل وطنيا باليوم الوطني للطفل المعاق. الحاج حسين محمد والتضحيات التي قام بها طيلة 20 سنة أي منذ تأسيس الجمعية حتى الآن هذا تذكيري. أنا تأثرت جدا بكلمات طيبة التي ذكرت في حق السي محمد حسين. دكتور بن جلون أمين العام ديال جمعية التضامن للطفل المعاق بالمحمدية. هذه اليوم 30 مارس كنحتفلوا باليوم الوطني للطفل المعاق، واختارنا هذه السنة بهذه المناسبة تاريخية بالنسبة لنا، تكريم الرئيس المؤسس برفقة مجموعة من الإخوان الرئيس المؤسس الحاج محمد حسين جزاه الله خيرا على الأعمال وعلى سنوات العشرين يلي ناضل من أجل خلق هذه الجمعية لصالح الطفل المعاق ولخدمة العائلات، خاصة العائلات اللي عندهم أطفال من في هذه الحالة الصحية. هدفنا هو الاستمرارية وحسن الخدمات بالنسبة لهذه الأطفال، وخاصة إدماجهم في الحياة الاجتماعية. كنجدد التهاني للأخ ديالنا والصديق والرئيس بطل، يمكن نسميه بطل العمل الاجتماعي الإنساني، وكنشكر جميع الأعضاء اللي ساهموا في تأسيس الجمعية واللي كيسيروها، وكنشكر أيضا الطاقم التربوي اللي كيأدي واحد الخدمة من نوع ومن الجودة الممتازة. شكرا على مساهمتكم في هذه التظاهرة. الولوجيات في إطار التنفيذ، هناك تنشوفوا بعض الأشغال جديدة اللي كياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء، ولكن مازال ما كافيش داك الشيء على الصعيد الأرصفة ولا على صعيد الحافلات ولا على صعيد القطار، خاصة القطار. إذن مازال، ولكن الحمد لله هذا الصيغة ماشية في التنفيذ. باسم أعضاء المكتب، باسم جميع أعضاء المكتب الحاليين والسابقين والذين ساهموا في تأسيس هذه الجمعية، باسم عائلات الأطفال، باسم هذه الناس جميعا أرحب بضيوفنا الكرام. أحمد الجرفي، مدير مركز التضامن للطفل المعاق دينيا بالمحمدية. اليوم تنخلدوا واحد المناسبة وهي تكريم الحاج محمد حسين الرئيس السابق لجمعية التضامن للطفل المعاق دينيا. هذا التكريم في إطار الجهود الكبيرة التي بذلها محمد حسين طيلة 20 سنة من نضال في قضايا الأشخاص المعاقين بصفة عامة وقضايا الأطفال المعاقين دينيا بصفة خاصة. هذا اليوم هذا أيضا تخلدنا اليوم الوطني للأشخاص المعاقين الذي يصادف 30 مارس من كل سنة. هذه المناسبة أيضا سنحتفل هنا في الجمعية بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية التي كانت تأسيسها في 21 يناير 1996. إذن فهذا 20 سنة هي 20 سنة ديال التضحيات وديال النضال من أجل قضايا الأشخاص المعاقين قبل وكل سابقا بصفة عامة، وقضايا الأطفال المعاقين دينيا بصفة خاصة. قضية الولوجيات قضية شائكة، يعني لأن سيعاني منها الأشخاص المعاقين بصفة عامة والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية بصفة خاصة. قضية الولوجيات رغم صدور قانون 2003 الذي ينص على ضرورة الاهتمام بالولوجيات يعني في كل التصاميم يعني الخاصة بالمرافق العامة أو في الطرقات أو في المواصلات إلى غير ذلك،
ولكن لحد الان تلقوا بان لا زالت المسائل متعثره سواء على الصعيد الوطني او على صعيد مدينه المحمديه. ثم من جهه اخرى تلقوا بان القضيه ديال الاعاقه كانت وزاره التضامن صدرت واحد الدليل ديال الولوجيات، وهذا الدليل يجب تفعيله ولكن لا زال يعني متعثره القضيه ديال التفعيل ديالو على ارض الواقع. السيد العامل عمله المحمديه بمناسبه اليوم الوطني للاشخاص المعاقين في 3 ديسمبر الماضي كان دار واحد يوم دراسي خاص يعني بالولوجيات على صعيد مدينه المحمديه، وتشكلت واحد اللجينه تسهر على تفعيل مقتضيات القرارات التي خرج بها اللقاء مع السيد العامل، ونحن ننتظر يعني تفعيل هذه الخطوات التي اقدمت عليها الجمعيات العامله في مجال الاعاقه هنا بمحمديه، وشكرا. We'll be right back.